الذهبية التي ستكون الثانية للجزائر. رائع المنتخب الجزائري وأجمل ميدالية. نعم المنتخب الجزائري يحافظ على التقاليد ويفوز بالميدالية الذهبية. هنيئا للجزائر بهذه الميدالية الرابعة للجزائر، ميدالية ذهبية ثانية في هذه الأمسية التاريخية. نعم نهاية كانت مسكا للمنتخب الجزائري وللجزائر وميدالية واستحق الذهب. وتابعتم ذلك معنا سيداتي سادتي وعلى المباشر. كل واحد عمل الدور تاعه، كل واحد عمل الدور تاعه في السباق هذا. نظن اليوم الابطال تاعنا فرحونا. وانا قلت لك حسن ان كان عندي احساس كانوا في الموعد وفي حسن الظن كما تابع وامل الجميع. وها هي الميدالية الذهبية الثانية فقط في هذا والخامسة للجزائر في هذه الدورة. والجزائر يعني الحصيلة التي نعادل بها ما سجلناه دريس في دورة تونس، 5 ميداليات ذهبية، مشاركة جزائرية رائعة في هذه الدورة. أنا قلتها حسن وما زلني نقولها، أمام جمهور مثل هذا مستحيل أنك تخيبه. نعم. واليوم لأنه اليوم سباق القلب حسن. العدائين ما قصروش دريس. ما قصروش والله، عملوا المجهودات تاعهم في كل المسابقات التي تابعناها وشاهدناها.